لو الحكاية فيها إن فيجو. كنت عايز أسأل حضرتك يعني عن رأيك في الصراحة بين الزوج والزوجة كخطوة قبل اتخاذ قرار الانفصال مثلا، يعني بيتوقف على يعني أحيان كتير المشاكل بتبدأ نتيجة الكذب أو تلوين على الزوج وما شابه ذلك يعني. فكنت حابة أسألك لو المرأة حابة تجامل من نفسها بعمليات تجميل جراحية، وطبعا بعض الأزواج بيرفضوا حاجة زي دي، فهل أنت مع ولا ضد أن الزوجة تعترف بالوجه؟ الكذب بكل أنواعه مرفوض، بس لما يخش الكذب بين اتنين فشلت الحياة الزوجية. دي أكيدة. بالنسبة لعمليات التجميل، مفيش عمليات تجميل ممكن الواحد يعملها ما تبانش، يعني لو هتعمل حاجة من وراه هتبان. ونصيحة ما تعملش، لأن الراجل اللي هيشوف واحدة عليها أو هيشوف حتى لو عملت اللي، فمش ضروري العمليات دي خالص. طيب وماذا عن أسباب تعاطف الأسرة، أسرة الزوج دايما مع الزوجة الأولى؟ لوجود أطفال طبعا. هو في حالة عدم وجود أطفال مش هيتعاطفوا معها إلا إذا كانت قريبة منهم وبتزورهم وتخدمهم وتعمل اللي معاهم وبيحبوها ديلي، وإن التانية جت يعني طريقة ملتوية خدته، لكن هو المفروض محدش يسيب الحمار ويمسك في البردعة. بس دايما الزوجة التانية بينظر ليها بشكل سيء يعني، لأنها مش دايما. أنا أعرف حالات بيحبوا الزوجة التانية جدا لأن الزوجة الأولانية كانت بشعة صراحة. يعني في ستات مفتريين وفي ستات من اللي احنا بنقول، بس أحيانا بيكون ضغط النفسي كمان عامل بين العوامل اللي احنا بنشوف الستات اللي بقطعوا جوازهم دول. اكيد في حاجه غلط في الموضوع، يا اما يعني طلع دينها في البيت اللي خليته يوصل للمرحله انها يعني بقى سيء جدا معها، قطعته وحطته في. انا مش بشجعهم بس بقول السبب، يعني ممكن يبقى كده، وممكن تبقى ست مفتريه عايزه تخلص منه عشان عايزه تتجوز حد تاني، بتحب حد تاني، يعني كل حاجه جايزه. بس كلمه اخيره عايزه اقولها، في حياة بعد الطلاق، محدش يخش في اكتئاب ويفتكر ان حياته انتهت عشان هو اتطلق، كان ست او راجل، دايما في حياة.